سناء اختك لو شو ما عملت، ونجوى مرتك وام بنتك، بقى الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، تصحى على حالك وترجع لجابر القديم. بقى جابر القديم مات، جابر القديم لا. ليش امي؟ ليش لا؟ ليش ما بدك ترجع؟ جابر القديم كان يحس فينا، كان يحاكينا، يسألنا كيفكم شو أحوالكم، كان يحن علينا. بتعرف قد صار لك ما سألتني ولا سألت مرتك إذا كان معنا مصروف ولا لا؟ أنت بتعرف شلون عم ندبر حالنا ومنين عم نصرف؟ عم بسأل حالي أمي، عم بسأل حالي. لا تاكلي هم، زمان أول تحول، والله لعيشكم عيشة ما حدا يحلم فيها. صرت سمعانة كتير هالكلام وما بصدقه. بعدين نحن بحاجة قلبك وبدنا نعيش مثل ما كنا، مو فارقة معنا. وإن شاء الله هلأ يعني أوضاعنا بدها تتحسن بعد شغل نجوى، وأنا عم خفف مصروف قد ما فيني، وما بدنا أكتر من هيك، بدنا نعيش بس مستورين لك أمي. شغل نجوى؟ شو ما فهمت؟ بقصد إنه أمورنا. أمي احكي دغري، شو وصلت شغل نجوى؟ خلص أمي رح بحكي لك، رح بحكي لك، بس بدك توعدني إنك ما تعصي. أمي بدون حكي فاضي وبلا طعمة، احكي لي شو وصلت شغل نجوى؟ نجوى فتحت محل بالي هي وأخوك أبو زين. شو؟ أبو زين؟ لك شو عم تحكي أمي أنت؟ يا أمي والله كنت بدي أقول لك، بس أنت كنت ضايج كتير وخفت ما تقبل، وكنت عم بستنى فرصة لحتى أقول لك، وبعدين كل شيء بعلمي وعلم أختك الله وكيلك. ولك شو بعلمك ولا مو بعلمك؟ لك أنا ماني عم صدق اللي عم بسمعه. برضاي عليك يا أمي تهدي حالك، والشغلة صغيرة كتير. صغيرة؟ ولك أنت بتعرفي شو عملتي فيني؟ والله يا أمي ما فيها شيء، كل الناس بتشتغل وبتحاول تحسن وضعها. لك شيلي لي من الوضع والبطيخ، انت ساعدتي مرتي لحتى تعملني ممسحه. ولي انت اكبر قدر، شو هالحكي لك ابني؟ لك بلا اكبر قدر بلا بطيخ، لك انت عملتيني مثل اي واحد بالشارع، خليتي فيها كبير قدر. لك انا اكبر كر، اكبر حمار، اكبر جحش. برضاي عليك يا جابر، برضاي عليك. لك ما رضاي عليك بلا رضاكي علي بلا بطيخ مبسمه. وين وين محل يا امي؟ بترشاك تهدى، بترشاك تهدى، الله يرضى عليك. وين المحل عم اقول لك؟ وين المحل؟ وين نفس محل ابو زين يا امي. الله يخليك لا تعمل مشاكل، الله يخليك. شو هاد؟ لا لا بقلك كثير كثير. الله يخليك يا اخوي ابو زين، والله خجلتني. هلا بيقولوا التجار على اول قطعه حلوه لازم تكون من نصيب صاحب المحل، وعلى اعتبار انت صاحبته فهذا الفستان لك. لا اذا هيك بدينا ما رح نعرف نشتغل، لا بعنا ولا اشترينا، كل واحد بده ياخذ اشي بده يدفع حقه. بعدين كنت بجرب القطعه النظيفه عشان اذا لازمها اشي قطبه ولا زر ولا اشي. اه صح والله نسيت، لازم نتفق مع واحد خياط يكون شاطر كتير عشان حبكه درزه لاي اشي. انا ما بعرف حدا. بعدين كان اتفقنا انه انت تشوفي لوازم المحل، يعني انت لازم تنقي الخياط، ولا قبل ما تاخذيني وتجيبيني وانسى هذا الفستان صار إليك خلاص. العاد بدفع حقه. يعني عاجبك؟ والله من ناحية عاجبني، عاجبني. كيف هيك؟ طيب وهيك؟ لا هيك أحلى بكتير. بنفعك من عرضة أزياء؟ أنت اللي بتنفعي. بينفع تصوني عرضي كمان. علي جابر فوت علينا بجوش. يدق عن الكتاف الجو. ما بيشرفني تحط ايدك على الدافع تبعك. جابر شباب ايش عم تحكي؟ ولك خلص شبني مو معقل، شبني مع لعيبه. جابر 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 انا لا بدك تقول، انت لا
لك انه ليش وفتحت المحل بعلمي وابو الزين اخوك يلي بحياته مو ممكن يعطي ولك ابو الزين واحد حقير وكلب انت بس لو شفتيها شو عم تعمل ما بتحكي على حقير ولك شو عم لك بعد هيك ليش وعشرة من الشرف اذا بتشك بامك شك فيها ولك لا تتدخلي نفسك خلاص وحاجة تشعل مهر بهالعيلة حاج 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 لكن شو عم بسمع؟ عم تسمع يلي ما كنت بدي اقوله مشان ما اجرحك، بس توصل معك لهون لك لا لا والف لا ولك امي ما بيحل لك تسمعيها تشتغل بدون ما تاخذ اسمك مظبوط لك والله العظيم مظبوط، بس انت الواحد ما كان قدران يحكي معك، امي قلت له روح اشتغلي انا بحكي معه، فكرت لاني امك يلي ولدتك وربيتك اللي خاطر عندك وما تصورت انه بدك تدوسني مثل ما هلا جاي تدوس بنتك يلي عاشت معك على الحلوه والمره ورفيقك يلي سكنك ببيته وقت ازمتك. بدك يعني تصيروا مسحتهم اذا وقفوا معي يعني؟ ولك يا اجدب يا اجدب هدول الناس اكثر حدا بحبك بعد امك. هدول الناس مو لازم تخسرهم لو شو ما صار. لانه اذا صار لك شيء ما بيخونوك حتى على قطع رقبتهم ما بيخونوك ما بيخونوك. صار لازم تسمعك يا جمال. ما بدي اسمعك ولا لك يا ابن الحلال انا ابو الزين مو ابو الزين اللي بيخونك بشرفي وحياه عرضي نجوى اختي الصغيره والله يشهد علي كان بدي اقول لك بس الوالده اصرت انه هي تقول لك بطريقتها اذا بدك ليكني قدامك وهي رقبتي تعا ضروب اعمل اللي بدك اياه دوسني اذا بدك لك يا رجل انت اقرب واحد على قلبي من اول ما اجيت على الحاره الواحد بيقضي عمره يدور على رفيق مو ابو الزين اللي بيخسره بعد ما بيلاقيه اختي انا بدي اروح على البيت سكري المحل انت طالع وليه يلعن ابوكم يا ولدي الستين جحش الله يلعن ابوكم الله يرضى عليكي تهدي شوي وتتوضي بالرحمن خلاص انا عرفت تعبت تعبت ابنك انجن بطل في براسه ولا ذره عقل ان شاء الله يا رب ما بدي اهدى لا عاد حد يقول لي كلمتين انا شو مسويه شو مسويه فكرت بحالي فكرت ببنتي فكرت اشتغل اجيب مصاري عشان ما اكون عالي عليكم يا نجوى يا حبيبتي جابر تعبان ونحن لازم نوقف معه انا اللي تعبانه